واصلت الفرق الهندسية بقوات المقاومة الوطنية تفكيك العديد من العبوات الناسفة والألغام متعددة الأشكال والأحجام كانت قد زرعتها ميليشيات الحوثي قبل دحرها من مفرق المخا ضمن معارك الساحل الغربية. ووزع الإعلام العسكري القوات المقاومة الوطنية صورا من عملية نزع العبوات والألغام التي زرعها الحوثيون في المناطق التي تم تحريرها وفي مفرق المخا، بالإضافة إلى صور لمخازن أسلحة تم الاستيلاء عليها من قبل أبطال القوات المقاومة الوطنية أثناء تطهيرهم تبات الخزان. واحتوت المخازن التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوات المقاومة الوطنية على أسلحة وذخائر متنوعة الأشكال والأحجام، منها قناصات 12-7 وصواريخ لو وقذائف هاون وأجهزة إطلاق صواريخ موجهة حرارية. أكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع جديدة في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء. وأوضح قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري أن قوات الجيش تمكنت من تحرير شعب ألبان وسد فضحة ومواقع الفقراء في شعب فضحة التابعة لمديرية الملاجم بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثية، كما تمكنت من السيطرة على الخط الأسفلتي الذي يربط بين جبهة الملاجم وجبهة القندع بمديرية نعمان. طهرت القوات الحكومية منطقة آل صبحان ومواقع أخرى في علب محافظة صعدة من الميليشيات الحوثية وأمنت عدة مواقع وتباب كانت الميليشيات تتحصن فيها وسقوط أسرى وجرحى بالعشرات. آل صبحان تعانق الحرية بعد كفاح مسلح ونضال مقدس ضد ميليشيا التخلف والرجعية الحوثية، ومثلما تحررت آل صبحان وغيرها من المناطق ستحرر بقية المناطق بعزيمة الرجال وصمود شعب أبى إلا الحرية والتخلص من الاستبداد والتخلف. احنا الآن في آل صبحان وعندنا استراحة محارب، وإن شاء الله طريقنا باقم، وليس باقم فقط بل صعدة، واحنا الان على ابواب الحديد، هذه ابواب الحديد كما تشاهدون، وطريقنا هي صعده ليس باقي فقط، وطريقنا تحرير اليمن باكمله. اخر التحركات العسكريه اسفرت عن تحرير آل صبحان ومواقع اخرى بمحور علب شمالي محافظه صعده بعد معارك ضاريه تمكنت من فرض حصار خانق على ميليشيا الحوثي والقضاء عليها لتنتقل المعارك الى ابواب الحديد التي اصبحت تحت السيطره الناريه للقوات الحكوميه. رجال القوات الحكومية أكدوا أن عملية قطع رأس الأفعى تمضي على قدم وساق بمختلف الجبهات ومحاور القتال بمحافظة صعدة، مؤكدين أنهم في مستوى الجاهزية القتالية العالية وعازمون على تحرير اليمن من فلول الشر والإجرام الحوثي. القوات الحكومية سطرت أروع الملاحم البطولية حيث طهرت المنطقة وبشكل كامل، بالإضافة إلى تطهير العديد من المواقع والتباب المجاورة ذات المواقع والمراكز المهمة ليدخل الصناديد المرحلة القادمة والتوغل عبر منطقة أبواب الحديد باتجاه باقم. عمليات التمشيط شملت الوديان المحيطة بالمواقع العسكرية والكهوف والأنفاق التي حفرها الحوثيون لحماية مواقعهم في منطقة آل صبحان الاستراتيجية بمنطقة علب الحدودية التي أضحت قراها ومواقعها تحت قبضة القوات الحكومية. هذا ويواصل أبطال المقاومة الوطنية ملاحقة الميليشيات الحوثية في تباب والمواقع التي تتحصن فيها وتطهير عدة مناطق من هذه الميليشيات التي لم تجلب لليمن سوى الموت والدمار. بس يا أخي.
تتواصل انهيارات ميليشيات الحوثي الإرهابية في جميع جبهات القتال. ففي جبهة الساحل الغربي تستمر المعارك لدحر ميليشيات الحوثي السلالية، حيث حققت قوات العمالقة اختراقات نوعية أدت إلى السيطرة على مواقع استراتيجية انعكست في انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الكهنوتية. قوات حراس الجمهورية تمكنت من تحرير كامل مفرق الوازعية غربي تعز والسيطرة على التلال المحيطة به بعد استعادة مفرق المخاء ومواقع استراتيجية أخرى في عملية عسكرية خاطفة تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وبهذه الانتصارات الهامة فقد تم قطع أهم طرق إمداد الميليشيات بين البرح ومغبنة. مصادر ميدانية أفادت أن انهيارات متسارعة تشهدها صفوف مسلحي الحوثي في ظل هروب جماعي لعناصرها من أرض المعركة. وأكدت المصادر أن الميليشيات قامت بتصفية عدد من عناصرها، وتكتسب معركة تحرير البرح أهمية استراتيجية لأنها بوابة العمل العسكري باتجاه مدينة تعز من المحور الغربي، كما ستمكن قوات حراس الجمهورية من الالتفاف والإحاطة بمديريتي مغبنة وجبل حبشي وتأمين التقدم باتجاه مدينة الحديدة. وفي البيضاء تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي في جبهة قانية. مصدر عسكري ذكر أنه تم دحر مسلحي الحوثي من مواقع هامة في الخليقة والسقورة واليسبل وخدار العرجاء باتجاه الوهبية التابعة لمديرية السوادية. وأكد المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع خدار العرجاء وجبل الخرابة ومنطقة الشبكة والخميس والجفينة، في حين تواصل حصار اليسبل. المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 15 من ميليشيات الحوثي. أصبحت اليسبل تحت السيطرة النارية بالكامل مع الأوجاع مع الكل، والحمد لله رب العالمين، وهذا النصر من الله. وعشرات الجرحى. وفي جبهة ناطا طردت ميليشيات الحوثي من سد فضحة. وأكد مصدر ميداني أن القوات الحكومية تطهرت مناطق هامة أبرزها موقع الفقراء، وبذلك فإن الجيش الجمهوري بات على مغربة من مفرق العريف الاستراتيجي. وفي حجة دحرت ميليشيات الحوثي من كامل منطقة الكتف آخر تحصينات الميليشيات التي تفصل بين مديريتي ميدي وحيران. جاء ذلك بمعركة عنيفة بدأت بزحف مباغت للقوات الحكومية انتهت بإحكام السيطرة على مواقع الميليشيات. المعركة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف مسلحي الحوثي. ووفق مصادر ميدانية فإن السيطرة على منطقة الكتف المطلة على وادي حيران تمكن القوات الحكومية من التقدم جنوبا باتجاه مديرية عبس. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جبهة الصعدة والجوف مراسلنا عبد العالم دحلان. عبد العالم، ما آخر المستجدات لديك؟ نعم، من خلال العمليات والتطورات العسكرية المتتالية هناك تقدمات كبيرة كانت للجيش الوطني والقوات الحكومية في باتت تحت سيطرة كاملة في منطقة آل سبحان والمجازر والمجازر والهاشمية. تحت هذه السيطرة الكاملة للجيش الوطني استمرت قرابة أسبوعين كامل حصار لهذه المناطق. نعم. سقط في هذه المناطق عدد من القتلى والجرحى. اشتدت المعارك قرابة 5 أيام الأخيرة في هذه المناطق، خلالها تمكن الجيش الوطني من السيطرة الكاملة. الآن الجيش الوطني يواجه الغام مزروعة في هذه المناطق تجعله يتحرك ببطء إلى تحرير المناطق المجاورة منها كمناطق باب الحديد ومركز مديرية باغم. مع تواكب الأحداث المتقدمة العسكرية في صعدة، أيضا تشهد جبهة قانية بالبيضاء تطورت عسكرية نوعية في تقدم الميداني. فقد سيطرت مواقع جديدة بين قانية وعزلة الوهبية الأول، وهي أول مناطق لمديرية السوادية بمحافظة البيضاء. في الساعات القليلة الماضية التي مضت في العصر تحديدا كانت هناك ضربة جوية من قبل القوات التحالف استهدفت أطقم عسكرية وآليات عسكرية للحوثيين، قتل فيها قيادة حوثية وأيضا عدد كبير منهم في منطقة صرواح تيمار. مديرية كتاف أيضا تشهد تقدمات كبيرة في داخل المديرية، وهناك أيضا المناطق المجاورة من هذه المديرية لم تتمكن القوات الحكومية من
من خوض معركة في هذه المناطق بسبب وجود أطفال وعوائل كبيرة في هذه المناطق المجاورة، وأيضا عملية نزع الألغام الفردية في هذه المناطق تعيق تقدم القوات الحكومية في هذه المناطق. أما جبهة البقع والمصلوب والمتون تواجه أيضا القوات الحكومية في هذه المناطق، كانت هناك هجوم لقوات الحوثي للجماعة الميليشيات الحوثية في هذه المناطق. كيف تجد الانكسارات؟ كيف تجد الانكسارات والهزائم المتلاحقة للحوثيين؟ نعم، هناك تحركات جدية جدا من قوات التحالف ومن أيضا من الجيش الوطني لتحرير أكبر عدد من المواقع العسكرية التي تخوض فيها الآن فرع، منها أيضا الضربة الجوية التي اليوم ضربة العصر التي استهدفت دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، الذي هناك سقط فيها قيادة حوثية كبيرة لم يتم التصريح على أي من قتلها، لكن هناك قيادات ستصرح فيما بعد عن انتهاء هذه العملية. الحركة العملية للقوات المسلحة توشك أن تصل على منطقة صعدة وتحريرها بالكامل خلال الأيام القادمة. نعم، في تعاملكم مع الأسرى الحوثيين والمغرر بهم كيف لمستم معنوياتهم؟ نعم، الأفراد المغررين بهم يعني هم يستخدمون أشياء غريبة جدا، يعني فيما بعد يتم التعامل معهم بشكل عفوي جدا، ويتم من خلالهم وعيهم إلى ما هو الطريق الصحيح، يعني لا يتم الزج فيهم في السجون أو التعذيب فيهم، أو يتم التعامل معهم بطريقة طبيعية جدا كفرد أي مواطن، أو من خلال الدورات التدريبية التي يقام لهؤلاء. أيضا من وجود أيضا الأفراد أطفال جدا صغار في السن، يتم إنشاء مركز خاص في مارب لتدريب هؤلاء الأطفال الذين يخوضون في معارك اللاقة ليس لهم ناقص فيها ولا جمل. نعم، تطهير منطقة آل صبحان في معقل الميليشيات ماذا يعني؟ يعني أن القوات الحكومية قادمة على تحرير مران في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة، تباس صعدة تحت سيطرة الحكومة وتعود إلى حضن الدولة، ومن خلال سقوط محافظة في صعدة تستعيد الدولة شرعيتها بالكامل، لأن سقوط معقل الحوثيين يشكل ضربة كبيرة للميليشيات الحوثية. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد العالم دحلان. منذ فوضى